باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين، ليعطي الرب كلمة عند انفتاح الفم بإرشاد الروح القدس لنسمع ماذا يريد أن يقول لنا الروح القدس في هذا المساء المبارك. يعطينا آذانا صاغية وقلوب مفتوحة لسماع وقبول كلمته المقدسة، حتى تأتي هذه الكلمة بثمر مقدس مبارك لمجد اسمه القدوس، ونتمم قول الرب يسوع له المجد: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. أمين. لقائنا اليوم يا أحبائي مع هذه الشخصية التي أذيع عنها واشتهرت بأنها من أكثر الشخصيات ومن أكثر الشهداء الذين صنعوا عجائب، وكان هذا هو وعد الرب يسوع له المجد كما سنسمع يا أحبائي في هذه السيرة العطرة. لذلك سمي الشهيد ماري مينا العجيبي شهادة حب وإيمان. نقرأ معا يا أحبائي كما تعودنا جزء من الكتاب المقدس بالإضافة إلى قطعة من إبصالية واطس، أي التمجيد الإبصالية، يعني ما يقال في أي عياد القديس ماري مينا العجيبي. نقرأ من الكتاب المقدس في إنجيل معلمنا يوحنا البشير. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا يوحنا البشير أصحاح 14 ومن العدد 23: أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. والمجد لله دائما أبديا أمين. لعلها وصية وأيضا وعد إلهي: من يحبني يحفظ كلامي، إن أحبني أحد يحفظ كلامي. والمقابل: من لا يحبني لا يحفظ كلامي. يعني عدم حفظ كلمة الله يا أحبائي دليل على عدم محبتنا لله. وكلمة يحفظ ليس معناها أن يحفظه عن ظهر قلب، يعني يتذكر بالفكر بس، ولكن يحفظ في داخل قلبه، يحيا به في حياته، يعيش به، فيكون لا سامعا فقط بل عاملين بكل كلمة كما قال الكتاب المقدس. اسمحوا لي أن أنا أقرأ من إبصالية الواطس للقديس العظيم ماري مينا العجيبي، وتقال في العشية بتاعته أو في الأعياد بتاعته في التسبحة. تقول إبصالية: صار اليوم فرح في السماء وعلى الأرض من أجل الكرامة العظيمة التي للقوي آبا مينا. كل ابتهاج وتهليل وتراتيل عظيمة تليق مع صلوات في عيد القديس آبا مينا. تهللوا أيها الأرثوذكسيين أبناء الكنيسة في عيد الشهيد القديس آبا مينا يسوع المسيح في وسطنا اليوم من أجل كرامة المنتصر القديس آبا مينا. لعلها ما نسمعه أيضا في المديحة: معمانوئيل إلهنا في وسطنا اليوم بمجد أبيه والروح القدس. تعالوا معنا أحبائي كما تعودنا أن احنا بناخد لمحات من حياة كل قديس، وليس السيرة كاملة، لأننا كلنا عارفين هذه السير العظيمة لهؤلاء الشهداء، ولكن احنا بناخد المقتطفات والدروس اللي احنا بنتعلمها في حياتنا. شهادة حب
وإيمان. لعل لما نشوف الأيقونة الأثرية للقديس العظيم ماري مينا العجيبي ودية، هذه الأيقونة اللي احنا شايفينها نقدر ان احنا نشوفها، من هذه الأيقونة تمثل تصهر السيد المسيح له المجد ومعه القديس العظيم ماري مينا العجيبي، ويضع السيد المسيح يده اليمين على أو ذراعه اليمين على كتف ماري مينا. هذه الأيقونة الأثرية ما زالت موجودة حتى يومنا هذا في متحف اللوفر في باريس. هذه الصورة تشرح لنا الرسالة بتاعتنا النهاردة، تشرح لنا بالتدقيق والعمق منهج الحياة الروحية والعبادة المسيحية الحقيقية المقبولة أمام الله. تشرح لنا حياة ماري مينا ونقول هي لعلها نطلب إن هي تكون حياة كل واحد مننا. أحبائي، نمشي بعد سريع كده في موجز لحياة ماري مينا العجيبي وبعض الوقفات في حياته. ماري مينا العجيبي، أول اختبار إيمان نراه فيه مع أم أفومية، كانت امرأة عاقر طلبت من الناقية العذراء أم القدير كما تقول المديحة. ما كانش عندها أطفال، ما كانش عندهم أطفال، أبوه أودوكسيس وأمه أفومية. طلبت من العذراء، شافت كل الأمهات معاهم أطفال فرحانين في الأعياد، وهي قعدت تبكي بدموع وطلبت من العذراء إن هي تعطيها ابن. فسمعت صوت من أيقونة السيدة العذراء بتقول لها كده أمين. كانوا عايزين يسموا ماري مينا لما جات الولادة بتاعته، كان عايزين يسموه باسم آخر من أسماء أبوه أو عائلة أو والده، ولكن الأم رفضت وقالت يسمى مينا بناء على الوعد الإلهي اللي أخذته أمين. وكلمة أمين جاية من الإيمان، نعم ليكون هذا، لعلنا بنسمعها في آخر كل القداس، آخر كل قداس وآخر كل صلاة. الأب الكاهن يقول كده بخريستوس بنوتي بالمسيح يسوع ربنا، فالشعب كله يقول كده أمين سشوبي، نعم ليكون هذا. وكل واحد لما بنصلي بنختم الصلاة دايما بكلمة إيه؟ بكلمة أمين، يعني بإيمان، يعني إحنا بنصلي بإيمان. يبقى دي أول حاجة كانت في حياة القديس ماري مينا العجيبي في إيمانه من خلال والدته، صلاة بلجاجة بقلب واثق، بقلب يؤمن في عمل الله العجيب. عشان كده سمعت هذه الإجابة في الوقت بتاع نفس الوقت اللي هو قالت لها أمين. واللي خلي باله طبعا أمين هي ذات مينا بس مع تغيير الحروف. عشان كده أول حاجة إحنا رسالة بنطلبها، بنقول يريد إنه الله يدينا هذا العمق في الإيمان في صلواتنا، فلا تكون صلواتنا فاترة، ولا تكون صلواتنا باردة، ولا تكون صلواتنا بلا عمق، ولا تكون صلواتنا بلا إيمان يا أحبائي، ولا تكون صلواتنا مجرد روتين أو مجرد تقضية واجب أو مجرد مصلحة. لا يا أحبائي، يا ليتنا نحن نتعلم حتى في وسط الشدة، حتى في وقت الضيق، حتى وفي وقت الفرح، لعل صلواتنا قال عنها السيد المسيح كلما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم بحسب مشيئته، وكلما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. هكذا آمنت القديسة أفومية وسمعت صوت الرب يسوع له المجد من خلال أمنا العذراء مريم. لعل هذا هو دعوة الله لنا، ادعوني وقت الضيق أنقذك فتمجدني. ده أول محطة كانت في حياة القديس ماري مينا العجيبي. اتولد ماري مينا وكان فرح كبير بالنسبة لوالدينه وبالنسبة لكل الأحباء معاه. وعلى فكرة ماري مينا العجيبي مولود في مدينة منوف،
يعني أصلا مصري، يعني هو شخصية حقيقية وليست شخصية أسطورية كما يدعي البعض، لدرجة أنه سمحت إرادة الله في سنة من السنين كنت في زيارة لقبرص، وأثناء زيارة الأديرة لقيت مكان مكتوب عليه وكذا سانت مينا مونستري. حسب معرفتي أنه اليونانيين أو القبارسة ما عندهمش هذا الاسم متكرر، فحبيت أمشي أشوف. أول ما وصلت للدير لقيت محطوط صورة مارمينا العجيبي بتاعتنا، الصورة مارمينا القبطية، لدرجة أنه الرهبات الموجودين هناك أول ما شافوني قالوا كده أو أنت قبطي مش كده، فقلت لهم أيوة كنيسة قبطية أرثوذكسية، فأشاروا على مارمينا وقالوا مارمينا ده بتاعكم أنتوا، لكن إحنا عندنا هذا الدير اللي معمول على اسم مارمينا العجيبي. فإذا شخصية مصرية، عشان كده نلاقيه في بعض الأيقونات مكتوب عليه مارمينا المصري أو مارمينا العجيبي المصري، دي كلها تأكيد إن هذه الشخصية ليست مجرد شخصية أسطورية ولا شخصية وهمية، لكن شخصية حقيقية. تاني محطة نلاقيها في مارمينا، في حياة مارمينا العجيبي، لما كان شاب أبوه توفى مات وكان عمره 11 سنة، وبعد 3 سنين انتقلت أيضا والدته، كان عمره 14 سنة مارمينا العجيبي. ودي المحطة الثانية، تعالوا نعيش مع بعض هذه اللحظات، لربما عشناها أي واحد مننا، كلنا بلا شك في يوم من الأيام فقدنا أو انتقل لينا أحد الأحباء الأعزاء، سواء إذا كان أب، سواء إذا كان أم، سواء إذا كان أخ أو أخت أو زوجة، أي إنسان عزيز لينا انتقل، لربما كلنا مرينا بهذه اللحظات يا أحبائي. ولكن السؤال، هل يا ترى كان لينا هذا الإيمان اللي كان للقديس مارمينا العجيبي وهو في هذا السن، هو في سن الشباب ال 14 سنة، اللي هو لسه محتاج حنان أمه ومحتاج رعاية أبوه، هل كان لينا هذا الإيمان مارمينا العجيبة؟ هل ندرك لحظات الوداع إن هي ما هي إلا كانت رحيل مؤقت، كما آمن مارمينا العجيبة، رحيل مؤقت إلى حياة لا نهائية، من حياة أرضية مؤقتة إلى محدودة، إلى حياة لا نهائية، من عالم التعب والشقاء والألم والمرض إلى عالم الراحة وعالم البركة وعالم النعيم في أحضان الآباء القديسين. عشان كده الرسالة الثانية، يا رب ادينا هذا الإيمان، إنه إذا عدت على أي إنسان مننا في هذه الظروف، سواء أحزان، سواء أمراض، سواء أتعاب، سواء مشاكل، أو سواء حتى في وسط هذه الأوبئة كلها شدة وضيقة، ادينا يا رب أن لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم، لكن نكمل الرسالة بتاعتنا بالجهاد في الصبر، في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع المسيح، زي ما قال معلمنا بولس الرسول. دي المحطة الثانية، شهادة إيمان للقديس العظيم مارمينا العجيبي. شهادة المحطة الثالثة، عين مارمينا ضابط في الجيش وكان عمره 15 سنة، وأخذ مركز كبير، مركز حلو في الجيش، وحب الرب يسوع له المجد، واللي بيصهر من هذه الأيقونة هو اللي كان يملك على قلبه ويملك على حياته، لدرجة إنه جه مارمينا في وقت من الأوقات إنه حب إنه هو يترك كل ما هو للعالم، وكان من الغنى بتاعه وزع كل أمواله على إخوة الرب وعلى المحتاجين، زي ما قال السيد المسيح إخوتي هؤلاء الصغار أو الأصاغر، وترك كل شيء وذهب مارمينا
إلى الصحراء، وهنا قضى مارمين تقريبا بتاع حوالي 5 سنين إلى أن جاءوا هذا الصوت. لما ابتدى مارمين أنه يسمع عن حياة الآباء القديسين أو الشهداء اللي كانوا بيستشهدوا، وده كان في زمن دقلديانوس الملك الوثني الكافر، ظهرت لجاه صوت ملائكة. مارمين اشتاق إلى هذا المجد الإلهي، عشان كده جاه صوت كأنه صوت الله ليه على لسان ملاك. قال له كده: مطوب أنت يا مينا، لأنك قد دعيت للتقوى منذ صباك إلى هذا اليوم، لهذا رتب لك الله أنه كما كنت جنديا في خدمة ملك الأرض، هكذا اختارك أيضا يسوع المسيح ملك السماوات والأرض لكي تكون جنديا في خدمته. ستنال منه 3 أكاليل، إكليلا لأجل بتوليتك، وآخر من أجل انفرادك في البرية ونسكك واحتمالك، وثالثا من أجل استشهادك. ودي الحتة اللي بنقول أيضا في المديحة بتاعته، نلت 3 أكاليل من الرب القدوس: واحد للشهادة، والآخر للبتولية، والثالث لأجل انفرادك في البرية وشهادتك. تكمل رسالة الملاك: وشهادتك ستكون أعظم من شهادة كثيرين من الشهداء. وإحنا تكلمنا الأسبوع الماضي لو تذكروا يا أحبائي عن الشهيد العظيم ماري جرجس، اللي تسمى أيضا من الرب يسوع له المجد بأمير الشهداء نسبة للعذابات بتاعته اللي احتملها 7 سنين يقاسي في الأتعاب والعذابات. هنا أيضا مارمين الشهادة بتاعته مش بس في العذابات، فترة العذابات حنلاقيها فترة بسيطة، لكن الشهادة بتاعته اللي هي شهد بيها ستكون أعظم من شهادة كثيرين من الشهداء، وده حنشوفه بعد شوية في الشهادة بتاعته إزاي كان أعظم من شهادة كثيرين. شوفوا الوعد بعد كده من الله ليه، زي ما وعد ماري جرجس: واسمك سيكون مكرما، وسوف أجعل جموع الناس من كل قبيلة ولسان يأتون من كل مكان في العالم ويعبدونني في كنيستك التي ستبنى في أرض مصر، وأعمال القوة سوف تصهر فيها، ومعجزات وأشفية سوف تحدث بواسطة جسدك. لذلك سمي مارمين العجائب نسبة لكثرة العجائب والمعجزات التي اشتهر بها مارمين العجائب دون سائر الشجعان زي ما بنقول في المديحة. وفعلا يا أحبائي قادوا الروح القدس، وهنا نشوف المحطة الثالثة إنه الله ينظر إلى قلب الإنسان. يحمينا ربنا من صوت الله سيد المسيح لليهود: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. ولكن يقول في سفر الأمثال: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. لاحظ رأى الروح القدس صدق قلب مارمين العجائب ومحبته للمسيح، ولقى فيه هذا الكنز العظيم وهذه الجوهرة الثمينة. عشان كده لما انطلع إلى ساب العالم قدر بقوة المسيح أنه يترك كل ما هو للعالم. يعني إيه؟ انفرد إلى البرية، ما دخلش رهبنة،
أو ما مشاش في طريق الرهبنة لكن مشى في طريق البتولية وانفراده في البرية عشان يختلي برب المجد يسوع ويختفي عن العالم. يقول أحد الآباء هنا قادك الروح القدس في عشق إلهي للمسيح في الصلاة في الهزيز في كلمة الله في الحياة بيها في النسك المسرور. وده اللي بنقوله أيضا في المديحة مداوما الصوم والصلاة إلى أن حول حياة مارمين العجيبي إلى إنجيل معاش. كانت لينا رسالة الأسبوع الماضي القديسين إنجيل مزاع وأيضا إنجيل معاش النهاردة في شهادة القديس العظيم مارمين العجيبي شهادة الحب والإيمان. وبالتالي كمل الروح القدس كل المسيرة بتاعته إلى أن أعلن هذا العمق لمحبته وصداقته للسيد المسيح له المجد اللي قادته في الآخر إنه هو يشتاق إنه هو يكون مع المسيح. ذاك أفضل جدا لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. وفعلا نال إكليل استشهاد ونال أيضا هذا الإكليل زي ما قلنا على يد دقلديانوس لكن أيضا كان في أروع عصور الاستشهاد في مع البابا بطرس خاتم الشهداء. عشان كده المحطة الثالثة اللي بنطلع بيها النهاردة يا أحبائي قلنا محطة الإيمان من الوالدين واللي تسمى بيها مينا. وهنا بدعو كل أسرة عندها ابن مش بس باسم مينا باسم أي قديس إن هم يسعوا إنه يزرعوا في قلوب أولادهم سير هؤلاء القديسين كما أقول دايما حتى إن يكون حياتنا وحياة أولادنا مبنية وماشية مع سيرة هؤلاء القديسين نتمثل بإيمانهم. المحطة الثانية كانت عند فقد أو عند انتقال والديه وكيف كان ينظر إلى هذه الأمور بثبات وبإيمان وبجهاد في الصبر بالصبر في جهاد الموضوع أمامه. المحطة الثالثة علاقة مارمينا بالرب يسوع عن طريق الروح القدس هي علاقة حب. علاقة حب يصلي حب في الحديث مع الصديق السماوي. اسأل نفسك انت بتصلي ليه؟ اسأل نفسك ليه بتقرأ الكتاب المقدس؟ اسأل نفسك ليه عايز تاج الكنيسة؟ اسأل نفسك ليه عايز تتناول؟ ان لم تكن الإجابة من اجل محبتي للرب يسوع يبقى اعتبر انه هذه الاشياء مجرد حاجات إما إنها روتينية أو إما إنها تخدر بها ضميرك أو إما إن هي مفروضة عليك وإنت عايز تعملها بس لأنك أنت مجبور إنك أنت تعملها. لكن أتمنى زي ما كان مارمينا أن علاقته بالرب يسوع له المجد علاقة الحب ظهرت في حياته وعبادته زي ما قال السيد المسيح والرسالة اللي قلناها النهاردة بهذا كلمت قال له إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي ونصنع منزلا. صل كان يصلي حب في الحديث مع رب المجد يسوع الصديق الأوفى والصديق الألزق والأب السماوي. كان رب يسوع يفرح به وعشان كده الصورة بتاعت إنه يحط يده على كتفه ده معناها صداقة حب وعلاقة حب. تاني حاجة الصوم وإحنا داخلين على الصوم يوم الأربع إن شاء الله يا أحبائي كان يصوم من عمق لذته في العشرة الإلهية. وقلتها الأسبوع الماضي إن إحنا بنصوم من أجل إيه؟ وسيلة حب وذبيحة حب وليس من أجل إن إحنا مفروض إن إحنا نصوم. احفظ هذه النقاط في حياة القديس مارمين العجيبي وصلي من أجلها عشان تقدر أنا وإنت وإنتي إن إحنا نعيش بيها. يصوم ويسهد في الحياة الأرضية أو في اللذة الأرضية من أجل من عمق محب لذته في العشرة الإلهية. ثالث حاجة
احتقاره للعالم من شدة التصاقه بالصديق الدائم اللي هو الرب يسوع المسيح. مش هقول لك سيب العالم ولا تسيب أسرتك ولا لازم انك انت تدخل الدير زي ما بنقول كل مرة، لكن التصق بالرب يسوع وانت في وسط العالم وانت في حياتك. قل له كده، الكتاب المقدس قال في كورنثوس الأولى إصحاح 6 وعدد 16 و17، من التصق بالرب فهو روح واحد، وبالتالي كل إنسان مننا يلتصق مع الرب يسوع في عشرة حقيقية وفي اتحاد كامل، أكون معا روح واحدة. يا أحبائي، هذا هو منهج الحب مع القديسين. نقرأ الإنجيل ليس للدراسة وليس كواجب، ولكن بشبع من كلمات الرب يسوع له المجد. إذن صوم وصلاة وحب ورفض للعالم وأيضا قراءة الكتاب المقدس، ما هي إلا وسائط الروحية يا أحبائي. ويكمل زي ما قلت بعد كده أنه يقتادوا بعد كده إلى حياة الاستشهاد، ويشهد القديس عظيم مارمينا العجيبي إلى أن يأتي دور الروح القدس، أنه هو يكشف عن حياة القديس العظيم مارمينا العجيبي اللي انتهت عند الصحراء مريوط. كلنا نعرف هذه القصة بتاعت الشهادة بتاعت مارمينا العجيبي، أنه صديقه كان اسمه أثناسيوس، وكان في حرب من البربر ده بعد الاستشهاد، حطوا جسد مارمينا في النار لمدة 3 أيام، لكن لم تؤذه النار 3 أيام، لدرجة أن المؤمنين بعد كده أخذوا الجسد بتاع مارمينا بعد ما قطعوا رأسه، أخذوا الجسد ولفوه بأكفان غالية واحتفظوا بالجسد معاهم. لما جات في حرب من البربر على مدينة مريوط، كلف القائد أثناسيوس المسيحي صديق مارمينا إنه هو يمشي ويحارب البربر. أصر أثناسيوس الجندي إنه هو ياخد معاه جسد مارمينا عشان يكون شفيع وبركة وينتصر في الحرب. وفعلا وصلوا إلى بحيرة مريوط في البحر، أو وصلوا للبربر وهناك عند بحيرة مريوط وانتصروا على البربر. هم وماشيين في البحر كان بتطلع حيوانات بحرية متوحشة اللي هي موجودة في صور القديس مارمينا العجيبي. إما إن هو يرسم صورة مارمينا العجيبي، إما إن هي توضح فيها الحيوانات البحرية، وكان ليها هذا الشكل اللي هو الرقاب الطويلة والوجه بتاع الجمال. بعض الصور الأيقونات لمارمينا ترسم بالحيوانات البحرية المتوحشة، كانت بتطلع نار من جسد مارمينا وحرقت هذه الوحوش لدرجة إن هي غاصت في البحر ولم تعود تسهر مرة تانية. لما بعد ما خلصت الحرب وجايين يرجعوا، القائد أثناسيوس حطوا جسد مارمينا على جمل، مرضيش الجمل إن هو يتحرك، جابوا جمل تاني مرضيش الجمل التاني إنه يتحرك، فبالتالي فهم إنه دي رسالة من الرب يسوع له المجد إنه يدفن جسد مارمينا العجيبي في هذه المدينة، في مدينة مريوط. وده الوعد اللي احنا سمعناه إنه ستبنى ليه كنيسة في مصر، وفعلا وجدت اتبنت هذه الكنيسة في المكان اللي دفن فيه مارمينا العجيبي. عشان كده دي الصورتين، إما صورة بالجمال جملين أو صورة بالحيوانات البحرية الوحشية اللي على صورة الجمال. ليه بحكي القصة دي يا أحبائي؟ لأنه القائد أثناسيوس دفن جسد مارمينا في هذا المكان، وكانت صحراء،
ويمكن الصورة اللي موجودة عندنا هنا على الشاشة توضح لنا أنه الرمال دي في يوم من الأيام جاء راعي أغنام، وبعض الأغنام عنده فيها جرب، فاتمردغت الأغنام في التراب دي ونزلت البحر في جنب بحيرة ميروط، فلما انطلعت الجرب كله راح منها. شفيت هذه الأغنام، الراعي الأغنام استغرب استعجب، فابتدى ياخد من الرملة دي اللي في صحراء مريوط وابتدى يحط على كل الغنم اللي عنده فيها جرب وينزلها البحر، ويطلع فعلا شفيت كل هذه الأغنام زي ما بتقول المديحة، وأيضا راعي الأغنام اعترف بعجائبك، إلى أن أعلن الروح القدس أنه أرشد بنت الملك في ذلك الوقت، وكانت مريضة بمرض الجذام. لما سمعت هذه القصة المشهورة من راعي الأغنام طلبت من أبوها أن تمشي إلى هذا المكان، إلى مكان الصحراء بتاعة مريوط، لعلها تشفى من مرض الجذام. وفعلا مشت هناك وأخذت عمل جسمها كله من الرملة وغطتها بالرمال بتاعة صحراء مريوط، وبالليل جاها مريمينا العجايبي وقال لها ادفني احفري في هذا المكان هتلاقي جسدي مدفون في هذا المكان. وده عمل الروح القدس عشان يصهر سيرة هذا القديس العظيم مريمينا العجايبي، وتكون شهادة حية للمسيح، نفس الوعد بتاعه، ستكون أعظم شهيد من شهداء المسيحية أو في الشهادة بتاعتك. وفعلا ذاع صيت مريمينا العجايبي، شفيت ابنة الملك، رجعت بني بعد كده اتبنت كنيسة في هذا المكان، ومش كده وبس، ده بلغ صيته إلى أقصى شمال أوروبا في أيرلندا وإلى أقصى جنوب أفريقيا. أحد الآباء يكتب هذه العبارة يقول كده: أحبائي، إن كان الإنجيل المكتوب بالحبر والقلم يبقى مئات السنين، فكم بالحري الإنجيل المكتوب بريشة الروح القدس ويد الرب يسوع يبقى إلى الأبد. إذا كان الإنجيل اللي احنا قدامنا دي مكتوب بالحبر وبالقلم، فكم وكم شهادة الروح القدس، عمل الروح القدس وشهادة الرب يسوع في حياة هؤلاء القديسين الشهداء اللي بنقول عليهم إنجيل معاش، إنجيل مكتوب، إنجيل مقروء قدامنا، وكم وكم تهاجي شهادة ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد. أتي الآخر حتى في حياة مريمين العجيبي في الصداقة بتاعته بالرب يسوع، توجد الأدلة التاريخية على وجود القديس مريمين المصري. الصورة الأولى اللي أنا قلت لكم عليها دي المعلم عليها، هي دي صورة الموجودة حتى الآن في متحف اللوفر في فرنسا. الصورة الثانية دي اللي هي صورة مريمينا العجيبي موجودة في أحد الأديرة. الصورة الثالثة دي عبارة عن بيسموها القارورة بتاعت المية، اللي هي الناس كانوا بياخدوها الحجاج لما كانوا بيزوروا مدينة مريمينا اللي هي في بحيرة جنب بحيرة مريوط، وكانوا هم وراجعين بياخدوا معاهم هذه زي الحاجة زي القلة كده بيسموها قارورة، كان فيها المية بتاعتهم. ولحد دلوقتي اللي يمشي دير مريمينا العجيبي يقدر ياخد من هذه القارورات، أي نعم مش للمية ولكن تسكار بيحطوا فيها في بعض الأحيان زيت أو حنوط، وبتشع من هذه القارورة المعمولة من الفخار. القوارير دي موجودة في كل جميع أنحاء العالم، وده كان عن طريق إذاعة الروح القدس. مريمينا في متحف كامل في مدينة فرانكفورت في ألمانيا اللي هو أعظم مدن ألمانيا، يوجد ليه اكتشفت آثار المدينة، وسنة 1900
وسبعة حمل معاه 100 صندوق خشبي مملوء بالآثار العظيمة لهذه المدينة الأثرية اللي احنا حنشوفها بعد شوية، مدينة ماري مينا الأثرية. التاريخ يشهد ان السبع رهبان اللي كرزوا باسم المسيح في أيرلندا كانوا من دير ماري مينا، فأول كنيسة بنوها في أيرلندا باسم ماري مينا العجيبة. أخيرا، حياة ماري مينا كما يقول الآباء إنجيل معاش ذاع إلى أقصى المسكونة. بالرغم من هذا التعبير أحب أن أنقله لكم زي ما هو، الروح القدس عندما يزيع حياة قديس ليس محتاجا إلى وسائل إعلام قاصرة من راديو وتلفزيون وأقمار صناعية، ولكن هذا يزيع سيرته بطريقته الخاصة كالشمس التي لا يختفي شيء من حرارتها. وهنا ده يدينا الفرق يا أحبائي ما بين الناس اللي بيحاولوا إنه يعملوا لنفسهم شهرة بس مجرد إنهم هم عشان يكونوا مشهورين وعشان يكونوا إنهم معروفين، سواء إذا كانوا في القنوات المسيحية، سواء إذا كان في البرامج التلفزيونية، سواء إذا كان بعمل معجزات كده عجيبة وغريبة، ده كله من أجل إيه؟ من أجل إذاعة شهرة. هنا يقول أحد الآباء الروح القدس ما محتاج لكل هذه الأمور عشان يزيع سيرة قديس. كم سنة ليك يا ماري مينا العجائب من سنة 300 وكسر من القرن الثالث الميلادي، وإحنا في القرن الكام؟ وإحنا في القرن 21، يعني 18 قرن ونحن نذكر القديس العظيم ماري مينا العجائب. وقتها لا كان في أقمار صناعية ولا كان في راديو ولا كان في تلفزيون، إنما هو عمل الروح القدس. زي ما قال السيد المسيح له المجد: فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم، سواء من أقوال السيد المسيح له المجد أو من خلال حياة القديسين والشهداء اللي لحد يومنا هذا إحنا عايشين بهذه البركة. ومرة تانية أقول، ومرة ثالثة ومرة رابعة، مساكين الطوائف اللي بتنكر وبتشحد وبترفض شفاعة القديسين، اصحوا اصحوا وما تفقدوش هذه البركات. أخيرا في على المدينة الأثرية، لعل الصورة اللي قدامنا بتوضح لينا البابا كيرلس السادس، ودي آخر حتة في حياة ماري مينا حقولها بعد شوية. لكن بالرغم من التخريب اللي شهدته مدينة مريوط اللي هي كان فيها، وكنيسة القديس ماري مينا العجائب الأثرية اللي هو ناس كثيرة لما بيمشوا مصر بيمشوا دير ماري مينا وبيقولوا عايزين نزور المدينة الأثرية اللي هي تبعد تقريبا متاع حوالي ساعة مشي على الأقدام، نلاقوا ما زال الآثار بتاعت هذه المدينة موجودة حتى يومنا هذا، إلى أن أراد الله أن يحيي تراب هذه المدينة ويجدد العمران فيها بأنه سخر القديس البابا كيرلس السادس في هذا العمل العظيم، ووضع البابا كيرلس السادس حجر الأساس لدير ماري مينا العجيبي في 27 نوفمبر اللي هو 27/11 سنة 1959. ده وضع حجر الأساس لكنيسة لدير ماري مينا العجيبي. البابا كيرلس صلى أول قداس في المدينة الأثرية في كنيسة ماري مينا العجيبي، وكان يوم 24/11 سنة 1959. وبعد كده جاءت زي ما احنا شايفين دلوقتي في الصورة، وضع حجر الأساس بتاع أكبر كاتدرائية في نقدر نقول عليها في مصر أو في العالم معرفش، لكن أكبر كاتدرائية تقريبا في مصر كنيسة الشهيد العظيم أو كاتدرائية الشهيد العظيم ماري مينا العجيبي اللي موجودة في دير ماري مينا العجيبي، وده كان سنة 71.
وأوصى البابا كيرلس إنه يدفن جنب ماري مينا العجيبي عشان نلاقي عشان كده نلاقي القبر بتاع البابا كيرلس السادس موجود تحت هذه الكنيسة تحت هذه الكاتدرائية. ده بيقودني إلى الجزء الأخير يا أحبائي وهي صداقة القديسين. صداقة القديسين من صداقة الرب يسوع له المجد ننتقل إلى صداقة القديسين، والدليل على كده القديس البابا كيرلس السادس في صداقته العميقة لماري مينا، يشاركوا في الأفكار بتاعته، يطالبوا بالشفاء في المرضى، بيحملوا كان مسؤولية، بيحل مشاكل الخدمة، لدرجة أنه السيرة بتاعة البابا كيرلس تقول أنه هو كان من كتر الصداقة بتاعتهم كان بيعاتبه في أحيانا. ونشأت هذه الصداقة يا أحبائي من معجزة حصلت مع البابا كيرلس السادس لعلنا سمعنا بيها يوم ما كان البابا كيرلس في مكان الخلوة بتاعته اللي هو في الجلاية اللي تبعد عن دير العذراء في البراموس. كان البابا كيرلس في الأول عنده جلاية يختلي بيها هناك أو متوحد فيها هناك، وجه مجموعة من اللصوص وهجموا عليه، وكانوا يعني زي فاكرين ان هم حيلاقوا حاجة في الجلاية، طبعا ما لقوش اي حاجة، لكن ضربوا البابا. كان وقتها لسه ابونا مينا المتوحد او ابونا مينا الراهب لسه كان موجود في ضربوه، ولحد درجة انه نزف شديد. ما كان من ابونا مينا الا انه زحف ببطنه على رجليه إلى أن وصل إلى صورة ماري مينا العجيبة كانت معاه في الجلاية بتاعته، ووضع رأسه على الصورة وقال لماري مينا كده، قال له يبقى معقول تكون معايا وتتركني وتسيبني بالصورة زي دي؟ معقول تكون معايا وموجود معايا في الجلاية وتسيبني بالصورة زي دي؟ ومن تلك اللحظة توقف نزيف الدم في رأس أبونا مينا الراهب، ونشأت وعمقت هذه الصداقة ما بين البابا كيرلس والقديس ماري مينا العجيبي. استمر هذه الصداقة بين القديسين إلى أن تمت بالوصية اللي قال عنها البابا شنودة الثالث الله ينيح نفسه، اللي أو قال إنه البابا كيرلس أوصى إنه هو يدفن في دير ماري مينا بجوار حبيبه ماري مينا، وكان يوم مشهود يوم 24/11/1971 نقل جسد القديس البابا كيرلس السادس. ولعل هذه الصورة توضح يوم الانتقال بتاع البابا كيرلس السادس، وطبعا يقال أن البابا كيرلس السادس ما زال جسده باقي حتى الآن كما هو في هذه المقبرة اللي موجودة في دير ماري مينا. عشان كده ما فيش حاجة اسمها رفات القديس البابا كيرلس، لكن نقول جزء من شعر القديس البابا كيرلس أو جزء من الشال بتاع القديس البابا كيرلس. من الأقوال الخالدة للبابا كيرلس عن ماري مينا يقول كده: كن واثقا ومتأكدا أن ماري مينا دائما يطلب من الله لأجلكم وشفاعته مقبولة. من الأقوال المأسورة اللي البابا كيرلس السادس. وطبعا ليس غريب هذا الأمر يا أحبائي، بل شيء بيفرحنا وشيء بيخلينا نحن نتعلمه. عشان كده احنا بنشكر الله من أجل كم رفات القديسين اللي موجودين معانا في كنيستنا، وإحنا غير مستحقين، لكن الله بيبعثهم لينا من كتر محبتنا لهؤلاء القديسين. ليس أمر غريب في كنيستنا يا أحبائي، بس لكن بنقول زي ما قال الكتاب المقدس: إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم، ارعي جدائك عند مساكن الرعاة. الغنم اللي مشوا قدامنا هم آبائنا الشهداء القديسون اللي سبقونا إلى هذا المجد،
اللي أعلى آثارهم بيعرفون طريق السيد المسيح له المجد. أحبائي، السؤال والمحطة الرابعة أو الخامسة والأخيرة، ما أجمل أن يكون ليك صديق قريب منك، صدوق من القديسين، وليكن اسمك، وليكن اسمك اللي هو اسم شفيعك القديس اللي أنت سميت على اسمه واللي أنت سميت على اسمه. رغم أن هم كل القديسين هم أحبانا وصحاب الشهود، لكن هم اللي يكون ليك صديق أقرب ليك وشفيع ليك دايما. بركة وشفاعة هذا القديس العظيم. إلا أختم بقصة يا أحبائي، يعوزنا الوقت إن احنا نتكلم عن هذه الشهادة، لكن أختم في النهاية ما هي إلا شهادة الحب، شهادة الإيمان، شهادة الصداقة، شهادة عمل الروح القدس، العبادة القلبية، وأخيرا صداقة القديسين. في يوم من الأيام كان في شاب كان اسمه لطيف، وكان بيحب ربنا جدا، وارتبط بالكنيسة وارتبط بأسرار الكنيسة واجتماعاتها، لدرجة انه هو ابتدى يخدم فيها، وزاد الشوق بتاعه انه هو اتمنى انه هو يكرس حياته، يعني يترهبن او يتبتل للمسيح. لما جاء عمره وصل عمر 20 احتار، يا ترى يختار طريق الرهبنة ولا يا ترى يخدم في العالم، يعني يكون متبتل ويخدم في العالم. الاثنين حياة تكريس، بس دي فيه خلوة ووحدة في البرية مع الرهبان، ودي فيه متبتل لكن خدمة في العالم. مشى لأبونا مينا المتوحد اللي هو البابا كيرولوس السادس. القصة دي تجمع ما بين ماري مينا والبابا كيرولوس. مشى عشان ياخد الإرشاد بتاعه، وطبعا كان هو شفيع للطلبة ومرشد أيضا بالنسبة للطلبة أبونا مينا المتوحد. أبونا مينا لم يكلموا عن حياة التكريس، ولم يكلموا على أي مثال من الكتاب المقدس، لكن تخيلوا طلب منه إيه. قال له يا أبونا، قال له يا ابني، إيه أحب عمل لقلبك أنت بتعمله وما بتملش منه وممكن تقضي فيه ساعات طويلة؟ قال له يا ابونا، أنا بحب ربنا، وممكن أقعد وقت طويل أحب، يعني ما أسهش ولا أمل أبدا. قال له لا، أنا عايز لو أنت عندك هواية مفضلة أو عمل بتحبه، مثلا زي الموسيقى، زي الرسم، زي الترنيم. قال له لا، أنا بحب الرسم يا ابونا مينا. قال له أنا بحب الرسم. قال له طيب، أنا عايزك ترسم لي، شوفوا خلوا بالكم من القصة أحبائي عشان ليها مغزى في الآخر. قال له عايزك ترسم لي صورة لماري مينا. شوفوا البابا كيرلس من الوقت دي ويعرف حياة ماري مينا اللي احنا يدوب ان احنا بنقولها أو سمعناها. قال له كده، ارسم لي صورة لماري مينا تصهر محبته لله وقدسته. صلى هذا الشاب وطلب من ربنا فعلا انه يساعده، نفسه انه يرسم هذه الصورة لماري مينا العجائبة. وفعلا بعد فترة رسم صورة ماري مينا وجاب لأبونا مينا. قال له ايه رأيك؟ أبونا مينا اول ما شاف الصورة لماري مينا العجائبة اعجب بيها جدا، قال له حلوة خالص. فقام الشاب باتضاع كده قال له يا أبونا، مش انا اللي رسمته، الله هو اللي رسمها مش الريشة بتاعتي. فأبونا مينا قال له كده برافو عليك، أول درس في حياة التكريس هي حياة الاتضاع. والتكريس يا أحبائي، أقول كل إنسان مننا مدعو إن هو يكرس حياته لله، حتى وإن كان متزوج، حتى وإن كان في العالم، حتى وإن كان ليه أبناء. كل إنسان مننا مسيحي مدعو، لأن من الميرون واحنا تدشنا بالروح القدس عشان نكرس حياتنا. فأول قال له أول درس في حياة التكريس هو حياة الاتضاع. طيب قال له عايزك ترسم لي صورة تانية. قال له ارسم لي صورة للسيد المسيح المصلوب. صورة صعبة شوية، اتردد فيها الأخ لطيف.
لكن حب ان هو يرسمها بكل مشاعره، لان هو قال له انا اكتر حاجة بحبها محبة رب محبة ربنا. فابتدى ان هو يرسم الصورة بكل مشاعره ومحبة ربنا. وبعد ما بيرسم الصورة كان يقبل جراحات السيد المسيح اللي على الصورة. فجاء ابونا مينا قال له كده ايه، وده هو الدرس الثاني. قال له ايه هو؟ قال له محبة المصلوب. وبكده تكون من خلال الرسم تقدر انك انت تكرس حياتك وترسم صور هي عبارة عن عظات روحية مستمرة. حبائي، مغزى هذه القصة اولا، قد نظن ان التكريس او الخدمة او الاستشهاد او الشهادة للمسيح تحتاج الى مواهب روحية معينة. لا يا حبائي، صاحب هذه القصة تقول كده، الله لا ينحصر في هذه المواهب، لربما مواهب وعظ او قدرة على شرح الكتاب المقدس او اقناع الاخرين او حاجات كثيرة. الله لا ينحصر في هذه المواهب، بل الله يفرح بقدراتك حتى لو كانت 5 خبزات وسمكتين، حتى ولو كانت فلسين، الله يقدسها فتكون وسيلة عظيمة تخدم بيها رب المجد يسوع وتشهد بيها لرب المجد يسوع، زي الناس اللي ربنا مديهم هذه المواهب، إما في الرسم، إما في الموسيقى، إما في الترنيم. تاني درس يا أحبائي يقول كده كاتب هذه القصة، أطلب من الله أن يرشدك إلى مواهبك، وقدم قبل كل شيء، قدم محبتك ليه من أول اليوم. قل له كده، يا رب علمني أن أصنع إرادتك ومشيئتك، ماذا تريد يا رب أن أفعل لي؟ لأن تتميم إرادة الله يا أحبائي هو دليل أن الإنسان يريد أن من محبة لله يريد أن يعمل إرادته ومشيئته، إرادة الله ومشيئته لا إرادته الشخصية. عشان كده أطلب من الله أن يرشدك إلى مواهبك، قدم محبتك لي في أي خدمة ولو حتى صغيرة. اوعى تستهين بقدراتك القليلة، لأن الله لمن يباركك تكون نافعة لكثيرين، وتقدم له خدمة وشهادة حية من خلال عمل الروح القدس اللي جواك. مسيحنا القدوس يبارك لينا يا رب في هذه، يبارك لينا في هذه الكلمات أيها الأحباء، يمسحها بمسحة روحه القدوس حتى يكون لنا هذا النصيب مع آبائنا القديسين والشهداء. هم تركوا لنا هذا المثال ونحن نتبع خطواتهم. رب يسوع المسيح له المجد ترك لنا مثالا لكي نتبع خطواته، وهم على آثار الغنم نحن نخرج أيضا لنصل إلى هذا الميراث. نقول في أوشية الراقدين، أما نحن الأحياء فهب لنا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك. مسيحنا القدوس يحفظكم في نعمته وفي حياة القداسة وفي حياة الحب والعشق الإلهي وفي حياة الصداقة العميقة لله وللقديسين وفي حياة التكريس لمجد الله وعمل الروح القدس في حياتنا، ليكون لنا شهادة حية كما قال السيد المسيح له المجد، وتكونون لي شهودا. بركة وشفاعة آبائنا الشهداء والقديسين على رأسهم الشهيد العظيم ماري مينا العجايبي، والقديس العظيم البابا كيرلس السادس، والقديس العظيم الأنبا استفانوس شفعاء هذا اليوم، تكون معكم يا أحبائي، تحفظكم في ملء النعمة وفي ملء البركة وفي ملء عمل وقوة وحب الروح القدس. له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد، أمين. تفضلوا نصلي يا أحبائي. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. إلهنا الطيب الحنان أبونا السماوي، كم نشكرك يا رب من أجل من أعماق قلوبنا، من أجل هذه العطية وهذه السيرة العطرة وهذه الحياة المكرسة ليك.
وهذه الصداقة الحبية وهذه العبادة القلبية وهذه الشهادة الحية لقديسنا العظيم الشهيد العظيم مارمين العجيبي. شكرا ليك لأنك بتضع أمامنا يا رب هذه المحطات في حياة آبائنا الشهداء. هم الذين جاهدوا، هم الذين غلبوا بدم الخروف، هم الذين لم يحبوا حياتهم حتى الموت، هم الذين أحبوك يا رب وسفكوا وضحوا بحياتهم من أجل اسمك القدوس ومن أجل إعلان إيمانهم يا رب شهادة لاسمك القدوس يا رب. سيرة حية يا رب، مهما طال الزمن ومهما كان، حتى وان نسمع أنهم انتقلوا من هذا العالم، لكن ما زالت سيرتهم الحية، هم أحياء معنا في كل يوم وفي كل حين يا رب. ما أعظم هذا اللقاء يا رب، وما أعظم هذه الحياة التي أعطيتها ليهم يوم دخولهم إلى الفردوس، يوم تحقيق الوعد الإلهي ليهم، ونحن الذين ما زلنا على هذه الأرض يا رب وما زلنا نجاهد بنعمتك، طال انتظارنا والشوق ملينا، نرجع لديارنا عنديك يا رب يسوع المسيح فادينا. أشواق العالم مهما كانت حتزول يا رب، رغبات العالم مهما اشتهيناها حتنتهي، أفراح العالم مهما طلبناها ومهما سعينا فيها يا رب لابد إن هي حتنتهي إن لم تتحول إلى أحزان يا رب، لولا نعمتك ولولا سترك ولولا محبتك. عشان كده خلينا دايما نحط سير هؤلاء القديسين اللي أحبوك بصدق وبأمانة وبإيمان، أحبوك حتى المنتهى رب. إحنا كمان بنقول لك في كل مرة دوّجنا محبتك يا رب، إحنا عارفين محبتك موجودة جوانا، محبة الله قد انسكبت بالروح القدس المعطى لينا من يوم المعمودية، محبتك موجودة جوانا، لكن سمحنا، إحنا اللي أطفأنا الروح، إحنا اللي مش مدين فرصة للروح القدس إن يعمل جوانا عشان نتذوق هذا الحب الإلهي حتى إن إحنا نطلع ونشهد لإسمك القدوس يا رب. كل إنسان ليه سؤل قلبه، مش عايز أقول بس أرض يا رب، لكن نفسنا إن كلنا تكون لينا هذه الأشواق السماوية، نفسنا إن كلنا يا رب نكون لينا الأشواق إن إحنا نكون معاك، مش خوف من النار الأبدية ولا خوف من الهلاك، ولكن حبا ليك يا رب. أنت قلت يا رب محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، وإحنا بنعمتك وبرحمتك وبمحبتك بناجي إليك ونخضع إليك، نخضع أمام صليبك ونقول لك سامحنا يا رب، سامحنا واغفر لينا، سامحنا لأننا أخطأنا إليك، سامحنا لأننا قسينا قلوبنا عليك، سامحنا لأننا قفلنا وداننا مش عايزين نسمع لصوتك يا رب، سامحنا لأنك ما زلت بتقرأ على قلوبنا وإحنا مش عايزين إن إحنا نفتح ليك يا رب، سامحنا لأننا تركناك يا رب، تركناك آسف بتشحت وإحنا ولا همينا يا رب إنك أنت واقف طول الوقت وبتقرأ على قلوبنا يا رب.
لإمتى يا رب حنفضل معندين؟ لإمتى يا رب حنفضل قافلين أبوابنا قصادك يا رب؟ لإمتى حنفضل قافلين قلوبنا ليك يا رب؟ بالتأكيد كل أسبوع، كل يوم، كل وقت بتعلن لينا عن سيرة عطرة زي كده، إن كنا بنقول يا رب إحنا فعلاً مش قادرين يعني نتخيل، زي ما قال معلمنا بولس الرسول، مش قادرين نتخيل السماء دي شكلها إيه، بس أكيد أنت فيها، وبالتالي إحنا شعرين نفسنا إن إحنا عايزين بس مش قادرين، لكن بتحط قدامنا يا رب هذه السير العطرة لأبائنا الشهداء اللي انتصروا، اللي جاهدوا وانتصروا فعلا، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. ادينا أن احنا أيضا يا رب بنعمتك وبقوتك، لأننا ضعفاء يا رب وبدونك لا نستطيع أن نفعل أي شيء، دينا أن احنا نجاهد بنعمتك وننتصر بقوتك ونغلب بصليبك وندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. نفوز بهذا الإكليل ليس من أجل أي بر ولا صلاح فينا يا رب، ولا لأجل أي شيء صالح فينا يا رب، فأنت تعرف جبلتنا، تعرف أننا تراب نحن، تعرف أننا احنا مقصرين في حياتنا، تعرف أننا مخطئين في حياتنا قصادك يا رب وأمامك يا رب، تعرف أننا غير أمناء في حياتنا وفي حبنا ليك، تعرف أن احنا غير مدققين لحياتنا، تعرف أن احنا تركين حياتنا يا ربي بدون أي هدف، تعرف جبلتنا أننا تراب نحن يا رب. ما تسمحش يا يسوع، ما تسمحش يا رب يسوع أنه يهلك أي إنسان مننا أو من أولادك يا رب. امسك بإيدينا، حوطنا بمحبتك، لأن محبة المسيح تحصرنا. حوطنا بإيديك يا رب وانقذنا، واعبر بينا هذا العالم بسلام يا رب. تمم وعدك، بل وتمم وعودك يا رب. تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. تمم وعدك بغفران خطايانا، خطاياكم لا أعود أذكرها بل أطرحها في بحر النسيان. أخطأنا إليك يا رب فسامحنا وارحمنا واغفر لينا يا رب. تمم وعدك اللي أنت قلت عليه: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. تمم وعدك القائل: يحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. تمم وعدك القائل: أنا هو معزيكم يقول الرب. وعودك كثيرة تسندنا، تسندنا وإحنا ماشيين في برية هذا العالم يا رب، بس سمحنا إحنا اللي بنتناساها وإحنا اللي بننساها يا رب. احفظنا في نعمتك يا رب، احفظنا بروح الرجاء وبروح الإيمان وبروح القوة وبروحك القدوس الساكن فينا. أعطيتنا أنك أنت لم تعطينا روح الفشل، بل أعطيتنا روح المحبة والقوة والنصح والنصرة. اذكرنا جميعا بمراحمك ورأفاتك يا رب، اذكر كل الذين أوصونا وأمرونا أن نذكرهم، ليس من أجل أي بر ولا صلاح فينا يا رب. اذكر كل مرضى شعبك المحتاجين إليك جسديا وروحيا، اذكر كل الذين هم في حزن أو في شدة أو في ضيق أو في تعب أو في مرض يا رب، الذين في السجون أو المطابق أو الذين في السبي أو النفي، المحرومين منك يا رب، المقيدين بقيود إبليس، التائهين في هذا العالم، الملحدين، اكشف يا رب عن شخصك في قلوبهم، اشرق إشراقة نور في قلوبهم يا رب. كل نفس محتاجة إليك أنت تعرفها يا رب، فأنت لا تشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع إليك ويحيى يا رب. اذكرنا جميعا بمراحمك ورأفاتك، اشفع فينا، اشفع فينا، فأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك يا رب، أنت الشفيع،
أنت الشفيع الأعظم، رئيس الكهنة الأعظم، الذي قدم ذاته ذبيحة حية كفارية من أجل خطايانا، تشفع فينا أمام الآب وتغطينا بتوب برك ورداء خلاصك. يا رب اذكر يا رب شعبك، اذكر كنيستك في كل زمان وفي كل مكان، وكنيستنا هنا يا رب اذكر كل القائمين عليها، اذكر يا رب العالم كله، احفظنا من هذا الوباء، احمينا، علمنا ماذا تريدنا يا رب أن نفعل في هذه الأيام يا رب، ماذا تريدنا أن نفعل؟ ليتنا نتمم وعدك القائل ارجعوا إلي فأرجع إليكم لتمحى خطاياكم. باركنا بكل بركة روحية تجدنا في احتياج إليها. نصلي أيضا من أجل الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وأنت تعلمهم يا رب، وأنت مت من أجلهم أيضا، لأجل خاطر دمك اللي سفكت لأجلنا على عود الصليب بشفاعة أم النور القديسة الطاهرة عذراء مريم وقديس العظيم الأنبا أبرهام. بركة وشفاعة قديسي هذا اليوم الشهيد العظيم مارمينا العجائب والقديس العظيم البابا كيرلس السادس وقديسنا العظيم الأنبا استفانوس وكل مصاف قديسيك الذين أحبوك والذين أسلموا حياتهم من أجل اسمك القدوس يا رب. جعلنا مستحقين نحن أيضا أن نناديك بدالة البنين قائلين بشكر، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة يا رب، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. كل سنة وانتم طيبين أيها الأحباء، نبدأ صوم الميلاد المجيد يوم الأربع القادم إن شاء الله، يوم الأربع موافق يوم 25/11 اللي هو موافق يوم 17 هاتور، واللي هو فيه بدء صوم الميلاد أيضا نياحة القديس أبو نوفر السائح، وأيضا القديس شهيد ونس شفيع الأقصر. بركة شفاعتهم وصلواتكم تكون معكم، ولقائنا يتجدد في كل رسالة يومية بحسب نعمة وإرشاد الروح القدس. كونوا معافين بنعمة المسيح، محروسين بقوة الروح القدس. الآن محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون معكم جميعاً.